أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق بحمد ربك بالعشي والإبكار. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات
صدق الله.